معانا الدكتور احمد رامي امين صندوق نقابه صيادله مصر السابق. دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ سيد وبالسادة المشاهدين في كل مكان. ايه السبب في ارتفاع اسعار الادويه بهذا الشكل، وكيف يمكن ان تؤثر هذه الخطوه على توفير ومدى استطاعه وصول المواطن المصري لادويه حساسه ومهمه ويحتاج اليها بشكل يومي تقريبا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السبب ان تكلفه الانتاج بتزداد، ولان تكلفه الانتاج دي بتدخل فيها عوامل كثيره، من ضمنها سعر الماده الخام، من ضمنها الضرائب اللي بتفرض على المصانع، من ضمنها ايضا الجمارك اللي بتحصلها الدوله على مدخلات الانتاج لما بتكون مستورده من الخارج، وايضا عناصر اخرى مثل المرتبات وما الى ذلك، وان كانت المرتبات ما اتحركتش. فهو بصوره اساسيه بيبقى مرتبط باسعار المواد الخام وباسعار تكلفه الانتاج، سواء الطاقه اللي بتورد للمصانع، سواء الضرائب اللي بتتحملها المصانع، سواء الجمارك اللي بتتحملها المصانع. فلما يكون في زياده في اسعار المواد الخام على مستوى العالم، الدوله اللي عاوزه تحافظ على السعر فهي بتقدم امتيازات للمنتجين، الا ان ده ما بيحصلش في مصر. على سبيل المثال بتخفض من الضرائب او بتقلل من الجمارك الخاصه بالادويه، وده ما حصلش في مصر، فترتب عليه ارتفاع في سعر المواد، ارتفاع في تكلفه الانتاج. ومن ثم الشركات طلبت من هيئه الدواء رفع الاسعار، وحاليا الاسعار بتزيد بصوره يوميه في حدود 15 ل 20 صنف يوميا. ايه ابرز الادويه اللي غليت اسعارها واللي مرتبطه باستهلاك يومي للمواطن او فيها منتشره، في امراض منتشره في المجتمع المصري؟ يمكن لحضرتك اشرت ان في التقرير عن عربي 21 ان في مضادات حيويه اسعارها زادت، في ادويه كحه اسعارها زادت، في مسكنات اسعارها زادت، في ادويه لعلاج البروستاتا اسعارها زادت، بالاضافه لان النهارده وانا بكلم حضرتك في ادويه سكر اسعارها زادت. فيوميا في اصناف بتزداد، يعني خلال ايام يعني تقريبا كل الادويه هيرتفع اسعارها مره اخرى ارتفاع كبير، ربما يكون مماثل لزياده الاسعار اللي حصلت في 2017 اللي هي شملت وقتها تقريبا كل اصناف الدواء في مصر. طيب حضرتك عارف يا دكتور احمد ان انت لما بتروح ساعات تشتري الدواء الصيدلي ممكن يقول لك والله النوع ده مش موجود، خد البديل بتاعه. هل البدائل دي متوفرة وفي متناول اليد للمواطن؟ يعني خلينا نفرق بصورة عامة في نوعين. في يعني احنا كصيادلة بنطلق مصطلحين، مصطلح المثيل ودوت الدواء اللي بيبقى مثل، يعني كل دواء كل مادة فعالة في أكثر من مصنع بينتجها، فدي بنسميها مثائل بعضها البعض. البديل بيبقى مختلف في التركيب لكنه بيستخدم لعلاج ذات المرض. يعني مثلا عاوز انا دواء للصداع، لو هو الماده الفعاله بتاعته باراستامول يبقى كل الاصناف اللي بتحتوي على باراستامول دي بنسميها مسائل. البدائل لا، لو انا جبت ايه ماده ثانيه غير الباراستامول تستخدم لعلاج نفس المرض. وتقريبا يعني ما فيش صنف ملوش بديل، لكن في الاخر طالما في ارتفاع تكلفه الانتاج فالجميع بلا استثناء بترتفع اسعاره سواء كان مثيل او بديل. يعني حتى البديل سعره بيغلى برضه. طبعا. طيب دلوقتي في ظاهره بتبقى منتشره انه كده وكانك بتلجئ المريض الجائن الى الادويه اللي قد تكون مغشوشه، قد تكون مصنوعه في بير السلم زي ما بعض الناس بتقول. المشكله دي ايه مدى خطورتها في تقديرك؟ لا خلينا نقول ان يعني اي دوله من الدول وزاره الصحه اللي هي بتبقى موجوده فيها بتبقى مسؤوله عن توفير الدواء بمواصفات منها ان هو يكون امن، ومنها ان يكون فعال، وان هو يكون متاح. وكلمه متاح ديت من ضمن ما يعنيه كلمه متاح ان هو يكون في متناول المريض. علشان كده بتبقى اغلب الدول بتمد مظله التامين الصحي بحيث تشمل اكبر عدد من المواطنين فيها، ودوت اللي مش موجود في مصر. حتى لو رجعنا تاني لتاثير ارتفاع الاسعار في مصر عنه عن البلاد الاخرى، إن في مصر المواطن بيدفع تكلفة الدواء من جيبه، في حين إن هو في معظم دول العالم طالما بيدفع ضرائب لا، الدولة هي اللي بتتحمل مش المريض نفسه. نرجع تاني للمشكلة بتاعت اللجوء إلى الأدوية يعني الغير مرخصة أو ما إلى ذلك اللي بتسمى تدبير السلم.
هو الأماكن اللي عليها رقابة هي الصيدليات، الصيدليات دون غيرها هي الأماكن اللي عليها رقابة، فبالتالي لا يستطيع الصيدلي إن هو يبيع أدوية مش مسجلة إلا أو أدوية مغشوشة أو ما إلى ذلك، لأنه تحت الرقابة هيدفع تكلفة دوت عقوبة هتوقع عليه. لذلك إحنا بننصح المواطنين إن هم ما يعني لا يشتري أي دواء إلا من الصيدليات المرخصة فقط. ما هي الناس هتعمل ايه طيب؟ ما هو ممكن يكون مش معاه تمن الدواء الحقيقي الاصلي، هيعمل ايه طيب؟ هذا أفضل من إن هو يروح يعني يشتري الوهم، ممكن يشتري دواء غير فعال أو دواء مغشوش أو ده يتسبب له في أضرار بدل ما يتسبب في الشفاء. طيب هو دكتور أحمد، وزارة الصحة هي المسؤولة عن التسعير؟ لأنه دايما يقول لك هي وزارة الصحة مش رحمة الناس، ارحمونا يا وزيرة الصحة كذا. هل الوزارة ولا في جهة تانية هي المخولة بده؟ السؤال دوت ممتاز حضرتك. حاليا هالة زايد بيتم تصديرها امام الراي العام لتتلقى الاعلانات، سواء فيما يخص عدم توفر الادويه او المستلزمات سواء في ازمه كورونا او غيرها، في حين ان المسؤول عن توفير الادويه من 2019 هيئه الشراء الموحد اللي هي تحت رئاسه اللواء بهاء، اللي السيسي في احد الفيديوهات قال له فيما يخص ازمه الكورونا ما يتصرفش في اي حاجه تحت في المخازن الا بامر مباشر منه. ايضا التسعير بتاع الدواء دلوقتي نقل اختصاصه من وزاره الصحه الى هيئه الدواء منذ 2019 حينما انشئت هذه الهيئه، ونقلت لها كثير من اختصاصات وزاره الصحه اللي من ضمنها تسعير الدواء، الا انه بيتم تصدير هاله زايد لوزاره الصحه بحيث تتلقى اللعنات مقابل ان تظل في الظل هيئه الدواء. طيب ما هنا السؤال، هل ده المتعارف عليه يعني في كل الدول، فكره انه في هيئه هي اللي بتبقى مختصه بفكره تسعير الدواء؟ وهل تسعير الدواء بيخضع لمعايير معينه ولا بيتم باي شكل خاضع لفكره الظروف الاقتصاديه وظروف السوق؟ والله كثير من دول العالم يعني اما انها بتوكل هذا الامر الى وزاره الصحه او لهيئه سواء هيئه الدواء او هيئه الغذاء والدواء في بعض الدول، والامور متفاوته. انظمه التسعير بتختلف من دوله الى الاخرى. في انظمه التسعير بتعتمد على بيسموها الكوست بلس، يعني بيتم دراسه تكلفه الانتاج ويضاف عليها نسبه ارباح لكل خطوه من الخطوات سواء الانتاج او التوزيع. او في انظمه ثانيه للتسعير زي ان هو بيحصل مقارنه بالاسعار في الدول الاخرى، ودوت اللي الدولة بتلجأ ليه في مصر حاليا. وعيب النظام دوت ان هو المطبق في مصر ان هو لا يراعي تفاوت الدخول اللي موجودة بين مصر وبين الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال المواطن في السعودية دخله أعلى من المواطن في مصر، فلا يصح ان احنا وقت ما نيجي نسعر الدواء هنا ان احنا نسترشد بسعره في دول أخرى متوسط دخل الفرد فيها أعلى متوسط دخل الفرد في مصر. طيب هنا في نقطة متعلقة بفكرة الاحتكار، والبعض الأخبار اللي أشارت إلى أنه الجيش داخل في بشكل أو بآخر في فكرة احتكار صناعة الدواء في مصر من جانب، بالإضافة للجانب اللي هو السعودي الإماراتي. هنخلي موضوع السعودية والإمارات ده شوية، لكن هنسأل على فكرة دخول الجيش في مجال صناعة الدواء في مصر. مش المفروض بحسب ما كالمواطن البسيط العادي يقول لك طب ما دام الجيش هيصنع دواء يبقى المفروض هيكون في المتناول بقى؟ لا، هو اللي حصل ان الجيش سواء في الدعم او في غيره ما بيدخلش في استثمار حقيقي ولا في عمليه انتاج معقده او ما الى ذلك، هو خد التجاره فقط. يعني هو يا ريت حتى ان هو استثمر في الانتاج، هو خد التجاره عن طريق ان هو انشاء هيئه الشراء الموحد ووضع لواء جيش على راسها، بحيث ان هو كل مشتريات الدوله بلا استثناء، كل الاول الاحتياجات بتاعه الجهات التابعه للحكومه بتتجمع وتروح لهيئه الشراء الموحد، وهي فقط اللي من حقها تشتري وتوفر وتوزع الاحتياجات على الجهات حسب احتياجاتها. ودوت يمكن احنا شفنا اثره في ازمه كورونا والنقص اللي حصل في المستلزمات الطبيه، الا ان الجيش زي ما بقول لحضرتك لا يستثمر استثمار في مجالات
حقيقية. والغريب ان على سبيل المثال المثال ذكرناه ديت هيئة الدواء بتنافس شركة توزيع اللي هي الشركة المصرية لتجارة الأدوية اللي هي ايضا احد شركات قطاع الأعمال، كان ينبغي ان هو يتم دعمها بدل ما يتم انشاء كيان اخر موازي ليها، بحيث كما لو كان هناك تعمد لافشال هذه الشركة تمهيدا لتصفيتها. طب والشركات اللي هي السعودية والإماراتية اللي داخلة في هذا المجال، ايه طبيعة الدور اللي بتلعبه وايه تأثيره على صناعة الدواء المصرية؟ نعم، الشركات السوق المصري يعتبر أحد أكبر الأسواق العربية في استهلاك الأدوية، لأن مصر 110 مليون مواطن، لذلك فهي أحد الأسواق اللي بتستهدف من قبل بتستهدف بالاستثمار من قبل سواء الإمارات أو السعودية أو ما إلى ذلك، وأيضا الأردن، لأن الأردن مؤخرا اشترت أكبر مصنع للدواء في مصر وهو مصنع شركة جالاكسو. خرجت شركة جالاكسو ودي تمثل خسارة كبيرة لمصر لأنها أحد أكبر شركات الأدوية العالمية، وحلت مكانها شركة الحكمة وشركة أردنية في مجال الاستثمار. في المقابل احنا مش شايفين استثمار، من مفيش تشجيع للاستثمار المصري في أسواق عربية أخرى بحيث يحصل تبادل منفعة، لكن للأسف السوق المصري اللي هو كان بيمثل المورد الرئيسي لتصريف إنتاج في حدود جميع مصانع الأدوية في مصر أصبح ينافسوا فيها مش شركات مالتي ناشونال بس، ولكن شركات عربية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق على وجودك معنا وكل هذه الإيضاحات. زي ما قال دكتور أحمد، هو كشف عن مشكلة كبيرة الحقيقة، مش بس فكرة أن الجيش بيتدخل فيما لا يعنيه بفكرة الدخول في مجال صناعة الأدوية، لكن أيضا حتى الدخول السعودي والإماراتي الخليجي في سوق مصرية أنت داخل بتبعد نفسك عن محيطك اللي أنت المفروض الصناعة المصرية هي اللي تدخل وتنافس، أنت بتفضل مرتهن قرارك لقرار خارجي يبقى هو اللي متحكم فيك وهو اللي يخرج من السوق في الوقت اللي هو عايزه ويدخل ويتحكم في السعر، وفي الآخر تيجي بدل ما تطلع تكلم المواطن تقول له أنا هقدر أحل لك المشكلة تقول له لا شوف بره الدنيا عاملة إزاي والدنيا غالية وإحنا عايشين في جنة.